بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مستر صديق. النهارده بنتكلم في مراجعه للامتحان الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021. بنبدا كده ونشوف احنا معانا ايه. النهارده بنتكلم في اللمسه الذهبيه والدرجه النهائيه. النموذج الاول، نماذج اختبارات كتاب الأنشطة بالإجابات النموذجية. Practice Test 4A Number 1. طبعا ده شكل الامتحان بالظبط، شكل النماذج اللي عندنا اللي بيجي منها كل امتحانات محافظات جمهورية مصر العربية. Finish the following dialogue، انهي الحوار الآتي. هنا في عند جملة افتتاحية. أيمن is buying a ticket، أيمن بيشتري تذكرة at a train station، في محطة القطار. مين يا مستر الحوار ده بين مين ومين؟ امان رجل، اوكي، و اسيستنت، تمام. يبقى امان از باينج ا تيكت ات ا ترين ستيشن. مان جود مورنينج، هنا في نقطه يا مستر. الاجابه تحت هنا للاسر، اوف كورس. هنا اقول له كان اي بوك ا تيكت تو الاسر بليز، ممكن احجز تذكره. كان اي او ماي اي، كان اي بوك A ticket to Luxor, please. Assistant to Luxor, of course. Would you like a single or return? حضرتك محتاج تذكرة ذهاب ولا ذهاب وعودة؟ فالرجل قال له a return، ذهاب وعودة please، من فضلك. I'm coming back on Tuesday، أنا راجع يوم الثلاث. Assistant that's 100 Egyptian pound، بمية جنيه. The next train leaves in 30 minutes، والقطار التالي سيغادر في خلال 30 دقيقة. الرجل قال له ايه؟ Could you tell me which platform؟ ممكن بس حضرتك تقول لي اي رصيف للقطار. The train leaves from platform 2. القطار يغادر من رصيف رقم 2. الرجل قال له ايه؟ Thank you very much، اشكرك جزيلا. ننتقل للصفحة المقابلة. السؤال الثاني في الامتحان سؤال المواقف. Number 2. Write what you would say in each of the following situations. اكتب ما كنت ستقوله في كل من المواقف الآتية. في الامتحان زي ما حضرتك شايف كده بيجي لي ثلاث مواقف. Number 1. You have just finished. انت لسه مخلص. لقد انتهيت. The hardest test، أصعب امتحان. That you have ever done. Your mother asks how the test was. ما بتسألك الامتحان كان عامل ازاي. فانت حضرتك بتقول ايه؟ It was too hard. تمام؟ It was too hard. It was too difficult. ممكن أقول it is the hardest that I have ever done. أسهل حاجة يا مستر. It was too hard. Number 2. You are taking a bus. أنت بتركب أوتوبيس from Cairo to Alexandria. You want to know، عايز تعرف how long you will spend on the bus. عايز تعرف قد إيه في الأوتوبيس. فأنا أقول له how long does the bus take. كم يستغرق، كم المدة التي أستغرقها، أستغرقها. أو ممكن أقول له how long، okay، will I spend on the bus. Number 3. You wanted، أنت أردت to go to the beach today، but your parents say that it's too windy، الجو windy، عاصف. فأنا هقول إيه؟ What a pity، يا خسارة، that it is windy، يا خسارة إن الجو windy، عاصف. أو I wish that it was not windy، أتمنى إن الجو ما كانش أوكي عاصف. نقلب الصفحة. السؤال الثالث في الامتحان يا مستر اللي هو read the following then answer the question، سؤال القطعة. فطبعا نحلل القطعة في آخر الفيديو، تمام؟ طبعا حضرتك عارف ان القطعة بتيجي من بره الكتاب ولكن بتكون متعلقة بالمنهج. نشوف السؤال الرابع. Number 4. Read and match. سؤال يا مستر، سؤال ريدر، القارئ، القصة، the novel، بيجي لي في الامتحان يا مستر اختياري. اوكي، اول حاجة توصيل. Number 1. Black Beauty was the horse Lady Anne liked to ride. الحصان Black Beauty هو الحصان اللي Lady Anne كان بتحب تركبه. Number 2. جينجر، المهرة جينجر. سيد قالت ايه؟ If they don't tighten، لو هم ما ضيقوش اللجام the reins more I will do what they ask me، انا هقوم
اوكي ساقوم بما يريدونه مني. السؤال الثالث نمبر 3 يورك. يورك اي was Smythe's helper. كان المساعد السايس الخاص بالسيد Smythe. نمبر 4 Lady Smythe, السيدة Smythe, اوكي like the latest fashion, بتحب احدث الموضات. السؤال الخامس في الامتحان سؤال التفكير النقدي الخاص بالقصة. نمبر 5 answer the following questions. نمبر 1 do you think, تعتقد that Ginger was right, ان Ginger كانت على حق to start to kick, انها تبدا تركل ترفس. why not. انا كاتب اجابتين. نمبر 1 yes, كانت على حق because she was very uncomfortable, لانها لم تكن مستريحه. او ممكن اقول no, لا ما كانش عندها حق, she should have worked, كان لازم تشتغل hard بجد like black beauty, مثل الحصان black beauty. نمبر 2 how do we know that York cared about Ginger and beauty. ازاي احنا عرفنا ان York السايس اعتنى بكل من جينجر وبلاك بيوتي. انا ممكن اكتب اكتر من اجابه. انا ممكن هي واز انجري, كان غاضب, ذات ذي وور ذا سبيشال رينز, ان هم ارتدوا اللجام الخاص. انا ممكن اقول هي هيلب ذم وين ذي وير هيرت, ساعدهم لما كانوا مصابين. عايز تقول بقى هي جيف ذم جود فود اند فريش ووتر, كل ده صح. نقلب الصفحه. السؤال الثالث في الامتحان نمبر 6 choose the correct answer from A, B, C, or D. نمبر 1 بيجي لي في الامتحان, السؤال الثالث في الامتحان, 6 اسئله اختياري, اختيار على الكلمات, وطبعا ده حاجه ممتازه جدا وحاجه بسيطه جدا. نمبر 1 he had a serious operation. اوكي او serious operation, عمليه صعبه, لقد اجريت له عمليه صعبه خطيره, serious on his heart, في قلبه. he had a serious operation on his heart, serious operation, عملية خطيرة. نمبر 2 shooting stars, اوكي الشهب والنيازك, disappear, تختفي quickly, shooting stars, الشهب والنيازك. نمبر 3 ants, النمل, live underground in groups, يعيش تحت الارض في مجموعات, ants, النمل. الصفحة المقابلة. نمبر 4 what is the destination, ما هي وجهة الوصول, محطة الوصول of the number 10 bus, destination, وجهة أو محطة الوصول. Number 5 some students work in the holidays, بعض الطلبة يعملون في الأجازات to earn some money, ليجنوا لكي يكسبوا بعض المال, earn money. Number 6 Egypt can be especially, مصر قد تكون على وجه الخصوص, hot in August, Egypt can be especially, على وجه الخصوص, hot, حارة, okay, in August, في شهر ايه, أغسطس. نقلب الصفحة. Number 7, rewrite act, كتابة العبارة. طبعا انا مستر نافع عندي 3 اسئلة في الامتحان, ده القواعد بتاعتنا في الصف الثالث الاعدادي. Rewrite act, كتابة the following to give the same meaning, act, كتابة الاتي لكي تعطي نفس المعنى. Number 1 stand up please, قوم من فضلك, ده تيتشر ست علي. اولا مثلا ده كلام مباشر وغير مباشر يا مستر, ده كلام مباشر, عرفت ازاي؟ في قواس تنصيص انا دايما هنا بشوف هو عاطيني ايه بين قوسين, عاطيني الفعل اوردرد, امر او طلبه. انا دايما يا مستر ببدا من بالجمله اللي مش عليها قواس تنصيص, فانا هقول هنا يا مستر ايه ذا تيتشر, وما انساش التي كابيتال في الاول, ذا تيتشر, وبستبدل ستو المكتوب الاحمر دي ايه باوردرد, يبقى ذا تيتشر اوردرد علي. وهنا جمله امريه مثبته لازم اربط تو واحذف بليز. الجملة الثانية يا مستر, the teacher ordered علي to stand up. إذن في الجملة الأمرية المثبتة بنربط بتو, بربط بتو وأشيل أقواس التنصيص واحذف كلمة بليز إن وجدت. نمبر 2 سامي was cold last night, سامي كان بردان امبارح, الليلة الماضية he wore a coat, ارتدى بلطو. الفكرة يا مستر عندي هنا must يعني أكيد, هنا عندي يا مستر استنتاج في الماضي, must have تصريف ثالث. فين الفعل يا مستر اللي عندي؟ الفعل اللي عندي يا مستر هنا ووز, فانا كل اللي هعمله يا مستر هشيل ووز واحط مكانها ماست هاف تصريف ثالث. الحل سامي ماست هاف بين كولد, سامي اكيد انه كان بردان لاست نايت, هي وور ا كوت, ارتدى ايه؟ بلطو او معطف. نمبر 3 عمرو's arm hurts, ذراع arm يؤلمه, ذراع عمرو يؤلمه, perhaps he broke it, احتمال يكون كسره. اوكي فانا مستر هنا كل اللي هعمله هنا انا هجيب الجمله الثانيه, ماليش دعوه بالجمله الاولى, انا هقول ايه عمرو
فين الفعل اللي عندي يا مستر؟ الفعل بروك مضارع على ماضي وماضي، فطبعا لازم احط قبله مايت، ومايت بعد ما تحط هاف عشان الفعل في الماضي، وبعد هاف لازم احط تصريف ثالث. الحل هو العمر. اوكي يا مستر، هنا عمر فين؟ ما حضرتك انت عندك هي. اوكي هبدا بالجمله الثانيه، بس اعرف هي عايد على مين؟ على عمر. يبقى عمر، وزي ما قلت لك كده ان انا حذفت كلمه برهابس، هقولها تاني. يبقى عمر مايت هاف بروكن هيز ارم، عمر من الممكن ان يكون كسر دراعه. السؤال الاخير في الامتحان، السؤال الثامن، رايت ا باراجراف اوف 110 words اون ا فيزيت كايرو. في الامتحان بيطلب مني انك تكتب باراجراف او ايميل مكون من 110 كلمه، تمام؟ طبعا انا كاتب هنا باراجراف سهل وبسيط، ا فيزيت كايرو، زياره القاهره. اتس ا فيري امبورتنت توبيك، موضوع مهم. اي ونت تو كايرو، انا بتكلم هنا في الماضي، يبقى كله في الماضي. انا ذهبت القاهره، اي ونت تو كايرو يسترداي، اي ونت باي ترين، سافرت بالقطار. اي ونت از ماي فاميلي. My dad booked us the tickets to Cairo. We got up early. We got up at 5 a.m. Dad has got a rare card. بابا معاه كارنيه اشتراك للقطار. The train is safe. القطار آمن. It's cheap. رخيص. I saw the scenery. أنا رأيت المناظر الطبيعية. We took the express train. ركبنا القطار السريع. I enjoyed it very much. استمتعت به كثيرا. It was fun. لقد كان متعة. No one can deny that. Cairo is a nice city. لا يمكن أحد أن ينكر أن القاهرة مدينة جميلة. We arrived at 8 a.m. احنا وصلنا الساعة 8 صباحا a.m. We had breakfast at a restaurant. I drank tea. Dad drank coffee. Then we visited زرنا Cairo Tower. After that we visited the zoo. بعد ذلك زرنا حديقة الحيوان. We had lunch at a restaurant. تناولنا طعام الغداء في مطعم. Finally في النهاية we went to a Hyper One. We bought many things. We were happy. Thanks for reading. مستر دلوقتي انا طبعا مش شرط حضرتك تحفظ انا كاتب دون، انا كاتب افكاري. اوكي لو انت بقى ولد او بنوته شاطره، انت هتبدا تكتب الحاجات دي كده بحيث الافكار اللي تناسبك تبدا في الامتحان تستدعيها وتكتبها. ودايما انا بحل سؤال باراجراف في الامتحان بكتب بقى، بعمل درافت مسوده كده، بكتب بالقلم الرصاص مثلا. لو انا بكتب على الشمال بكتب مسوده على اليمين، وبعد كده انقلها بخط كويس وافكار منظمه وست مسافه بين الكلمه والكلمه، وان شاء الله بتوفي. احنا كده خلصنا التست براكتس 1. نشوف كده التست التاني. براكتس 4 بي. Finish the phone number 1. Finish the following dialogue. Naveen and Lamia are at the ticket office of a museum. طبعا هنا السيتويشن ده، الموقف هنا عندي ان نيفين ولاميا في مكتب تذاكر في متحف. Assistant المساعد. Unfortunately the museum is closed today. لسوء الحظ المتحف مغلق النهارده. Oh no, what a pity. يا خساره. I didn't know that. ما كنتش عارفه ده. Did you look at the website? It has all the times there. I'll look next time. When can we visit the museum? You can come another day, but I don't recommend Saturday. أنا لا أوصي أنك يوم السبت. Why shouldn't we visit it on Saturday? Because there are so many people. لأن في ناس كتير. Perhaps we can come tomorrow. احتمال نيجي بكرة. ننتقل يا مستر دلوقتي للسؤال الثاني في الاختبار 4B. Number 2 مواقف. Write what you would say. اكتب اللي انت كنت هتقوله in each of the phonic situations في المواقف الآتية. Number 1. You visit England. زرت انجلترا in winter. In the winter في الشتاء. It was the coldest place. لقد كان أبرد مكان that you have ever been. اللي انت رحته وزرته. A friend asks you. زميلك بيسألك. What the weather was like. الجو كان عامل ازاي. فانا اقول له ايه. It was too cold. كل الموقف ده علشان اقول له it was too cold. I thought it was very cold. It was so cold. It was too cold. جميل جدا. Number 2. You want to book. عايز تحجز a ticket for the train. للقطار from Cairo to Luxor. من القاهرة للأقصر. You are coming back on Tuesday and Thursday. وانت راجع يوم الخميس. فانا اقول له. Can I book a return ticket? ممكن احجز تذكرة ذهاب للأقصر بليز من فضلك. Number 3. You see a news report. انت بتشوف تقرير اخباري about poor people. الناس الفقراء who live in Asia. ممكن اقول Asia او Asia. الناس الفقراء اللي بيعيشوا في اسيا. You would like to be able to help them. انت عاوز تساعدهم. فانا اقول ايه. I wish that
I could help them. أنا أتمنى أن أنا كنت أساعدهم. نقلب الصفحة. طبعا قلت لحضرتك أن السؤال الثالث سؤال القطعة أنا كاتبه في الآخر، تمام؟ لأن القطعة طبعا unseen ما بيجيش أصلا صريحة من التكست النصوص الموجودة في المنهج، وعلى كل أنا كاتب لك كم نموذج في الآخر. شوف يا مستر، السؤال الرابع في الامتحان زريدر القارئ القصة، بيجي لي السؤال الأول match column A وصل العمود الأول with column B number 1. طبعا معلش حضرتك هنا 1 1 1 كده، فطبعا هي 1 2 3 4 تمام. التنسيق بيختلف لما اخد الحاجة من على الوورد مثلا، برنامج الوورد انقلها هنا على الباوربوينت بريزنتيشن، بيكون مختلف. نمبر 1 بلاك بيوتي اي واز تيكن تو ا ماركت، اخذها بلاك بيوتي لسوق الخيول، تو ا ماركت فور هورسز. مستر باري، فاكرين يا مستر يا اساتذه مستر باري؟ مستر باري ده طبعا راجل غني، راجل طيب، اللي كان عايش في مدينه باث، والدكتور طلب منه انه يجيب حصان اوكي انه يتمرن عليه شويه. وبعد كده الفيلتشر اللص اللي عنده كان بيسرع الاكل ويوديه للارانب، وكان بيبيع الارانب وهكذا. مستر باري دي اوكي، مستر باري دي was the rich man، كان رجل غني، who bought black beauty، اللي اشترى black beauty. مستر باري's friend، صديقه اوكي، suggest، اقترح عليه buying good food، نشتري اكل جيد for black beauty for a few weeks، لمدة اسابيع قليلة. فليتشر was accused of تهمة of stealing the horse's food، التهمة بسرعة اكل الخيول. ننتقل يا مستر للصفحة المقابلة، ده طبعا اسئلة التفكير النقدي. القصة بتاعتنا the novel، الرواية. B answer the following questions. Number 1. What did Fletcher do with the black beauty's food? ماذا فعل فليتشر بطعام الحصان بيوتي؟ He took it home to give it to give to his rabbits. How stole he stole the food? قول سرق الطعام. Okay. Number 2. Why do you think that Iris Mize said that he might not get much money for ginger? في اعتقادك بقى ليه إيريس مايز قال انه ممكن لا يحصل على الكثير من المال عند بيع جينجر، المهرة جينجر؟ في اسباب كتيرة والله. ممكن اقول because جينجرز نيز الركب بتاعتها، ركبتي were damaged اوكي مصابتان. او ممكن اقول she does not do، ما بتعملش what her owners want، اللي ملكها عاوزينه. او ممكن اقول she became old and weak. تمام يا اساتذة، نقلب الصفحة. السؤال السادس في الامتحان choose the correct answer، اختار اجابه الصحيحه from A B C or D. دي طبعا زي ما قلت لك مسبقا بيجي لنا يا مستر ست اسئله على الكلمات. حفظنا للكلمات مهمه قوي. نمبر 1 مستر هاني بوت هيز وايف، اشترى زوجته اوكي a golden necklace. بص كده على المربع اللي عامله لك كده، تمام، golden necklace، ان عقد من الذهب. Number 2 we enjoyed a nice we enjoyed the nice breeze on the beach yesterday. Number 3 Zed was very content يعني راضية مسرورة after she had saved much money. Number 4 صفحة المقابلة we didn't have much money، ما عادش فلوس كفاية، so we bought economy يعني اقتصادي، we bought economy class tickets، اشترينا تذاكر اقتصادية. Number 5 it said من الحزين that some people بعض الناس become addicted، ان بعض الناس تدمن to computer games، تدمن على لعب الكمبيوتر الكمبيوتر جيمز، العاب الكمبيوتر. Number 6 my uncle is the manager، المدير of a factory، المدير مصنع. He gives an instruction، بيدي تعليمات to the workers. Manager دايما دي يا مستر بيجي لي كلمه factory بحط كلمه manager يعني مدير. ايه اللي بصفحه؟ السؤال السادس في الامتحان write the following، اعد كتابة العبارة to give the same meaning لقطع نفس المعنى. Number 1 it's not possible that، ليس ممكنا that you saw فاطمة، يا سردين شفت فاطمة امبارح، she is in Paris، انها في باريس. هو حضرتك دلوقتي فين الفعل اللي عندي؟ الفعل اللي عندي you، شوف المربع هنا اللي نزل على you، تمام، هبدأ بيها واشيل كل اللي قبل you واقول you. يا مستر عندي كانت، حط كانت، بس انت زي عندك زمن الجمله في الماضي، سو فلازم احط من عندي هاف سين. يو كانت هاف سين فاطمه يسترداي، مش ممكن تكون انت شفت فاطمه امبارح، شي از ان باريس، انها في باريس. ده طبعا ده بسميه استنتاج في الماضي، استنتاج
واحتمال في الماضي. طبعا انا اصلا ايه بستنتج ان ان انت ما شفتش اصلا فاطمه امبارح، تمام كده؟ استنتاج بعدم حدوث الشيء. نمبر 2 لوك اوت، احترس. احمد، يا احمد، اكار از كامينج، اسياره قادمه. نبيل سيد، طبعا ده مباشر غير مباشر. مباشر، عرفت ازاي؟ اكواس تنصيص. طب دي جمله ايه يا مستر؟ دي جمله خبريه. ليه؟ اوكي، هنا بقول لك احترس، هنا الفعل عندك اكار از كامينج. نبيل سيد، نبيل قال، فهبدا بنبيل. ايه اللي بين قوسين؟ وارند. نبيل حذر، حذر مين؟ حذر احمد. واربط في الجمله الخبريه بذات اكار السياره واز حوالي الووز كامينج. تاني يا مستر، هنا جمله خبريه حضرتك، هنا في الجمله الخبريه برضه بذات، هنا هنا عندك الفاعل المتكلم وارند. اوكي، وارند احمد. ذات، ربطنا بذات وحطينا اكار ده الفاعل وحولنا از الى ايه؟ الى ووز. طب ليه حطينا ووز؟ عشان عندك كلمه warned تتبع عايز منها ماضي، لازم بعدها ماضي. نمبر 3، I tried the fish. انا جربت السمكه at the restaurant في المطعم، but I regretted، لكن انا ندمت ان انا جربت. حط shouldn't. كل اللي عامله يا مستر هنا هقول ما كانش لازم عليا اجرب، هبدا باي، ادي اي، وشودنت حطيناها shouldn't، وحط من عندي هاف. ليه؟ عشان زي ما قلنا في الماضي. يبقى عشان انت هاف تراي ذا فيش ات ذا ريستورنت، انا ما كانش لازم على ما كانش لازم ان انا اجرب السمكه امبارح. ننتقل للصفحه المقابله. رايت ذا باراجراف، اكتب باراجراف اوف 110 ووردز عن ايه يا مستر؟ ماي فيفرت هوبي، هوايتي المفضله. لو جالك عن هوايتك المفضله يبقى سهل جدا، تكتب مثلا عن السبورت بتاع انت اللي انت بتحبها، فوتبول مثلا. هوايتك مثلا ان انا ممكن استخدم مثلا ريدنج، القراءه، فيشنج، الصيد. اوكي، اي هوايه حضرتك بتمارسها. شوف كده كاتب ايه، I like to write about this topic، انا بحب اكتب عن هذا الموضوع. I like sports so much، I play football on Friday، I play in the club، بلعب في النادي. I also play in the park، I play with my friends، I practice، ممكن احط الاس هنا او ممكن اسيب زي ما هي بالامريكان انجلش. I practice football a lot، I watch football matches، I watch them on TV، I love football، I enjoy it very much، I win football matches، I score a lot of goals، we enjoy football very much، I like Mohamed Salah، he is a sports star، he plays football، he is a famous، he is very famous، he plays in England، he plays for Liverpool، he is Egyptian too، he enjoys his life، he is very fast، he usually scores goals. لو نعدهم كده هتلاقوا 110 كلمة. احنا كده خلصنا الاختبار التاني. نقلب صفحة. Practice test 5A. Finish the following dialogue. بنبدأ بالسؤال الأول في الاختبار الثالث عندنا 5A. Some students، الجملة الافتتاحية، are asking a scientist about space. بعض الطلبة بيسألوا عالم عن الفضاء. منا بتكلم scientist وعلا معاها، تمام؟ ومايا. نشوف كده مع بعض يا مستر. هنا في الإجابة yes of course. نعم بالطبع. The Earth turns، الأرض بتدور، at about 1670 كيلومتر an hour. Do you think you could tell me how fast the Earth turns؟ Okay. هنا قال no. But most of them do have moons، ولكن معظمهم فيهم أقمار. فهنا I wonder، أتساءل، I wonder if you could tell me if all planets have moons، لو كل الكواكب لها أقمار. What did you ask the scientist, Ala? I asked the scientist if all the planets had moons. There are many things that nobody knows. في حاجات كثيرة ما فيش حد عارفها about space عن الفضاء. Do you agree? فأنا ممكن أقول yes I agree. فأنا كاتب هنا I couldn't agree with you. مش قادر أتفق مع أكتر من كده. يعني أنا موافقة. However ومع ذلك we are trying to learn more. Number 2. Write what you would say، اكتب اللي انت كنت هتقوله in the okay في كل المواقف الاتيه. Number 1، you would like to ask a teacher when he started working at school. When did you start working at school the school please، من فضلك. Number 2، a friend says، زميلك بيقول لك، that he or she thinks، تعتقد، that the last lesson، الدرس الأخير أو آخر درس، was the most exciting interesting، كان الدرس الأكثر تشويقا، that you have had. فأنا ممكن أقول إيه، I agree with you أو I disagree with you، تمام كده. Number 3، a friend starts، زميلك بيبدأ، to read، إنه يقرأ، you يقرأ لك an interesting story، قصة مشوقة، but then suddenly stops، ولكن فجأة توقف. فأنا هقول له إيه، go on، استمر،
Tell me more, أخبرني بالمزيد. What else does it say؟ بتقول إيه كمان؟ أي إجابة من الإجابات دي صحيحة؟ لو حضرتك عارف أكتر من إجابة اكتبها في الامتحان. نقلب صفحة. السؤال اللي بعد كده السؤال الرابع، سؤال القصة. أوكي، جيري باركر ده يعتبر طبعا من أحسن ملاك بلاك بيوتي، كان راجل طيب جدا، وكان بيدي إيه بلاك بيوتي جود فود وفريش ووتر. أوكي، وكان طبعا السائق ممتاز محترم. أوكي، كان متجوز بولي، وكان عنده هاري ودولي. تمام كده، عندك جيري كان عايش في لندن. بي was the best owner and a kind taxi driver. كابتن الحصان always helped. Okay, C was the horse كان الحصان التاني. That went out with a taxi carriage in the morning. طبعا الحصان اسمه كابتن، كان بيركب عربة الصبح. Okay, التاكسي وبلاك بيتي بعد الدور. جيرستان هاري الولد ابن جيري اسمه هاري، ماله يا مستر ده؟ اولويز كان دايما بيساعد تو لوك افتر، يعتني بلاك بيوتي اند وركد هارد، كان يعمل بجد. بلاك بيوتي واز بليز، كان مسرور ويز هيز نيو اونر، كان مسرورا بمالكه الجديد اللي هو جيري. الصفحه المقابله نمبر 5، انسر ذا فولوينج كويشنز. نمبر 1، اسئله التفكير النقدي، بيجي له سؤالين. واي دو يو ثينك، لما تعتقد ذات ايتش اوف جينجرز اونرز، ان كل من ملاك جينجر المهره بيد ليس ماني فور هير، كان بيدفع لها فلوس اقل. انت عند حضرتك اجابات كتير جدا جدا. انا كاتب لك because she was becoming weaker and weaker، لانها اصبحت اضعف واضعف. So she couldn't work very hard، ما كانش تقدر تشتغل كويس. عايز تقول because her knees، الركب بتاعتها were hurt او were damaged، ركبها اتلفت كانت مجروحة. عايز تقول she was old، ماشي. عايز تقول she was weak، ضعيفة، ما فيش مشكلة. عند اجابات كتير. السؤال الثاني نمبر 2، do you think that people were always happy to have Jerry as a taxi driver؟ why not؟ تعتقد بقى السؤال معناه بالعربي، تعتقد ان ما ان اغلب اوكي الناس كانوا مبسوطين ان هم يركبوا مع جيري اوكي في التاكسي بتاعه في الحنطور بتاعه؟ why not؟ فانا ممكن اقول ايه not popular with everyone، ما كانش محبوب وسط كل واحد. او ممكن اقول no. طب ليه؟ because he did not always do، ما كانش دايما بيعمل what people asked him to do، ما كانش دايما بيعمل اللي الناس بتطلب منه بتطلبه منه. الواحد مثلا مستعجل، لا انا همشي، بقول لك مثلا لا انا همشي براحتي، طب خد يا عم اكسترا باوند جنيه زياده، لا انا همشي براحتي تمام، بس ايه at my regular speed، بالسرعه بتاعتي. يلا بالصفحه نمبر 6، choose the correct answer from episode D. Number 1, our teacher took us، الاختيار يا مستر هو الاستاذ بتاع took us، خدنا في رحلة قصيرة to see the stars okay in the observatory. Observatory اللي هو مرصد، okay المرصد الفلكي. Number 2, the sun is the شمس is the biggest star، أكبر نجم in the solar system في النظام الشمسي. Number 3, the temperature dropped okay، درجة حرارة نزلت to 5 degrees الى 5 درجات yesterday امس. الصفحه المقابله، the teacher wanted us to explain، كان عاوز يشرح لنا how the earth، ازاي الارض goes around the sun، تدور حول الشمس. Number 5, the canal is not natural، القناه ليست طبيعيه، it's man made، من صنع الانسان، من صنع البشر. Number 6, the shop، المحل is advertising، بيعلن for a new assistant، لمساعد جديد. اوكي اللي بقى جديد، perhaps منال كان work there، يبقى advertising بيعلن. نقلب بالصفحة 7، rewrite the following، على كتابة العبارة to give the same meaning. Number 1, you must stop smoking، يجب عليك ان تتوقف عن التدخين. The doctor said to حاتم، حط advise. اولا مستر هنا said to ده فعل القول، هشيله وابدأ بـ the doctor advised حاتم، جملة يا مستر هنا جملة امرية اوكي to stop smoking، ان يتوقف عن التدخين تمام. طبعا انا مش هينفع اقول له ذات هي ماست ستوب سموكينج، فانا هقول على طول تو ستوب سموكينج، ده ان الامر بينصحه. نمبر 2، وات از ذا فاستست واي تو ذا كابيتال بانك، هات اي اسكت، هات اي اسكت وات از ذا فاستست واي واز تو كابيتال بانك، دي جمله استفهاميه اوكي. ببدا باي اسكت زي ما هو طالب بين قوسين واحط وات. هنا في حاجه مهمه قوي، ده انا بقدم الفاعل على الفعل،
تقول لي what the fastest way وحط was عشان حتى انا اسكت was to capital bank. Number 3, I liked the book. انا حبيت الكتاب قالوا كتير. So I decided and قررت to read it again. قررت ان اقرا تاني. اولا يا مستر ايه اللي بين قوسين reread يعيد قراءة. اوكي reread يعيد قراءة. فانا كل اللي هعمله يا مستر ايه شبه هنا في الجملة انت عندك read اشتب على read واشتب على ايه again. كل اللي هعمله نحط كلمة reread مكان كلمة read. الحل I liked the book a lot so I decided to reread it. سؤال تامن في الامتحان يا مستر سؤال paragraph. Write about a paragraph of 110 words عن ايه smartphones. Smartphones الهواتف الذكية. I like to write about this subject. أنا بحب أكتب عن هذا الموضوع. I have a mobile phone. My brother has a mobile phone too. They are modern mobile phones. They are Samsung mobiles. They are smart. Dad bought my mobile on my birthday. I like it very much. It can make calls. It also can send text messages. It can... معلش صلحها. It can take photos. It I take a selfie. I play games on it. It's amazing. I have a Facebook page. I can make likes and comments. I can communicate with my friends on the internet. I can chat and make calls on the messenger app. I can also chat and send text messages and photos. هنا يا مستر عندي 110 كلمة. تمام في الباراجراف الاخير دون. نشوف كده الامتحان اللي بعده. احنا مستر دلوقتي في الامتحان الرابع practice test. finish the following dialogue. الحوار الاتي. a basketball player is visiting a school. لاعب كرة السلة بيزور مدرسة. teacher today a famous basketball player is visiting our school. this is captain Tarek. could you answer some questions? captain Tarek of course. What questions would the students like to ask? Ali, my friends say that I will never be good at basketball because I am not very tall. Is that right? Captain Tarek, no, I disagree. You don't have to be tall. When I started playing, I was one of the smallest boys in the class. Then what happened? I became the best basketball player in the class because I always trained hard. Do you think one day I might be as good as you? I think so. Sure. ننتقل للسؤال اللي بعد كده. Number 2. Write what you would say in each of the following situations. سؤال المواقف. Number 1. You would like to ask a teacher to explain why it is colder in winter than in the summer. انت هسأل الأستاذ ليه الجو بيكون أكثر برودة في الشتاء عنه في الصيف. اسأل على طول بطريقة مباشرة. Why is it colder in the winter than in the summer please. أنا جبتها من الجملة مستر أجيبش من دماغي. بس كل اللي عملت عكست it is but is it. اهو تيجي تبص كده. Why is it colder in the winter than in the summer. وحط في الآخر please عشان تتكلم مستر بتاعك. Number 2. You think that this lesson is very interesting. تعتقد ان الدرس شيق مشوق. You want to know عايز تعرف that what your friends think of it. عايز تعرف زميلك رأيه ايه في lesson في الدرس. ممكن اقول له what do you think of this lesson. رأيك في lesson الدرس ده. او how do you feel about this lesson. اوكي. او هنا what's your opinion of the lesson. اوكي. او is the lesson interesting. اجابات كتيرة يا مستر. Number 3. A friend tells you, زميلك بيقول لك that he or she had an interesting morning. First, he went to the park. You wanted to know more. عايز تعرف أكتر. هتقول له إيه؟ Tell me more أو go on. استمر. نقلب صفحة. السؤال اللي بعده يا مستر هنا. Bully. Okay. بولي يا مستر هنا was Jerry's wife. بولي طبعا بولي دي زوجة ايه جيري. تمام كده. يبقى بولي was Jerry's wife. سي جينجر المهرة مالها يا مستر بقى. wasn't able to run very fast after the fall. اوكي جينجر ما كانتش بتقدر تجري بسرعة بعد السقوط بعد ما وقعت وتعورت بقى هي وبلاك بيوتي. جيري believe that جيري اعتقد that a pound in جنيه wouldn't help مش هيساعد if
It made the horse tired. لو يخلي الحصان تعبان. Black Beauty was given food. كان بيعطى طعام. Before walking for many kilometers. قبل ما يمشي كيلوات عديدة. السؤال الخامس في الامتحان يا مستر. اللي هو ايه يا مستر تفكير النقد. Answer the following questions. Number one. Why do you think is that Jerry took captain? في اعتقادك ليه؟ جيري المالك مالك بلاك بيوتي اخذ الحصان كابتن تو ورك للعمل اون بلاك بيوتي فيرست مورنينج ان لندن في يومه الاول في لندن. اي ثينك هي ديد نوت وانت بلاك بيوتي اعتقد انه ما كانش عاوز بلاك بيوتي تو هاف ا ديفيكولت فيرست داي انه يبقى عنده يوم صعب. اوكي okay. عايز تقول بقى تو ريست هيم عشان يريحه. اوكي okay. شوف انت عايز تكتب ايه. ده تفكير نقدي معتمد على تفكيرك انت ورايك انت. Number two, how do you know? Is they know that Jerry was a kind man. And Jerry كان رجل طيب. رجل جيري رجل كان رجل عطوف. إجابات كثيرة. Because he took them the woman to hospital. لأنه كان أخذ السيدة للمستشفى. When he saw that she needed help. لما شاف إنها كانت محتاجة مساعدة. عاوز تقول بقى. He gave his horses good food and fresh water. جميل. قول يا سيدي. عايز تقول he was a kind driver. قول يا سيدي. He was a good driver. قول يا سيدي ما تقلقش. تمام نقلب الصفحه. السؤال السادس في الامتحان choose the correct answer اختار الاجابه الصحيحه from A B C D. Number one, the players were very content. اللعبه كانت كلها راضيه مبسوطه after they had won the cup بعد ما فازوا بالكاس. Number two, the moral الدرس الاخلاقي of that short story لهذه القصه القصيره is that هو we should never lie لا يجب علينا ان نكذب ابدا. 3. This email must be a scam. Scam يعني غش أو نصب أو خداع. It asks هو بيطلب for a password. Number 4. This email asks for my computer. Okay, password. It might be a scam. قلنا scam يعني غش أو إيه أو خداع أو نصب. My brother broke his phone. أخويا كسر الموبايل بتاعه and needs someone to repair it. Repair يعني يصلح. 6. It's hot today. النهاردة الجو حار. It must be about 40 degrees. حوالي 40 درجة مئوية. نقلب الصفحة. 7. Rewrite at كتابة العبارة to give the same meaning. Number 1. Perhaps if we see the teacher احتمال لو احنا شفنا المعلم she هي can help us ممكن تساعدنا with our homework. يا مستر دلوقتي انت عندك لما تلاقي كلمة perhaps بشطبها وابدأ بالجملة دي. اوكي ولا ازاي if we see او if I see. ماشي if I see the teacher انا شفت الاستاذة she might be able ممكن تقدر to help us تساعدنا with our homework. تمام هنا يا مستر if مضارع ولو المصدر كنت ممكن اقول ايه كنت ممكن اقول على طول يا مستر if we see our teacher she might help us with our homework. كنت ممكن احط مايت زائد المصدر يعني كل اللي عملها مستر عشان ممكن اشيل كان واحط مكانها مايت والفعل في المصدر. تمام كده او ممكن اقول مايت بي ايبل تو هي يا مستر. نمبر 2 واتس ذا نيم اوف ذا بيجست سيتي ان انجلند حط نو هول ايد لايك تو نو عايز اعرف واجيب من الجمله ذا نيم اوف ذا بيجست سيتي ان انجلند. اوكي انا كل اللي عملته يا مستر انا شلت وات. تمام ايد لايك تو نو بتساوي وات. واتس ذا نيم I'd like to know the name. I said what? هتقول I'd like to know what's the name of the biggest city in England. وتحطه في الآخر إيه؟ was. تمام؟ Number 3. They didn't like the color of the house. So they decided to paint it again with the different color. كل عمل أنت عندك paint بتسوي يا مستر هنا بتسوي paint again. شيلهم. اعمل X دي اعمل X كده شايف الX. واعمل ايه وشيل again وتبدا بايه من الاول الجمله. They didn't like the color of the house so they decided to repaint it with different colors. هنا عندي يا مستر ممكن يجي في الامتحان حاجه مثلا شم النسيم رحله هوايتك technical schools social media smartphones okay your hobby حاجات كتيره جدا جدا جدا. لو جيت اتكلم مثلا عن شم النسيم كده اقول له هنا I like to write about the subject. شم النسيم is a nice day. It's a festival. It is on a Monday in April. We color eggs. We also eat فسيخ. We have picnics. Picnics يعني نزهة حلوية. We go to the parks.
بنذهب للمنتزهات we enjoy the sea بنستمتع بالبحر we go swimming and diving we enjoy windsurfing بنستمتع بركوب الأمواج we play football we have lunch at the beach we drink hot and cold drinks we have fun it's a nice day we love this day we also go to the cinema in the evening we watch films and have fun we go back home late بنرجع متأخر Dad also like this day. Finally, في النهاية, I recommend, أنا أرشح أو أوصي that you come and enjoy with us. إنك تيجي وتستمتع معنا. تمام؟ نقلب الصفحة. بتكلم مستر دلوقتي في آخر اختبارين. نبدأ بالاختبار 6 ألف. Practice test 6A. Finish the following dialogue. Amal and Lamy are talking about a man's journey, رحلة طويلة لرجل along the Nile, بطول النيل. Okay? In the news, في الأخبار, it says that a man, in راجل, has walked قد سارة all the way along the Nile, قد سارة بطول النيل. Lamy, yes, I heard and I سمعت about this, عن هذا. It's unusual, شيء غير عادي. Why did he do it? طب ليه؟ لماذا قام بذلك؟ He did it because he wanted to see كان عايز يعرف يشوف if it was possible إذا كان ذلك ممكنا I heard that the beginning of the journey أنا سمعت إن بداية الرحلة okay أنا سمعت okay that at the beginning of the journey he was very ill لأنه كان تعبان جدا في بداية الرحلة but لكن he got better أصبح أفضل A man that's good Is he gonna to write about this journey himself? هل هو يكتب عن رحلته بنفسه؟ Yes, he said he would. قال إنه هيعمل هيكتب. I will probably من المحتمل. I will probably be very interesting journal to read. It will be هيكون okay مقال جيد للقراءة. I agree with you. أتفق معك. السؤال الثاني مستر في الصفحة المقابلة الموقف. Number one, your friend asks you, زميلك بيسألك, when father was born, متى ولد والدك? You aren't sure, انت مش متأكد, but you give an answer. انت بتدي إجابة. Maybe in 1977, about 40 years ago, وهكذا. I said, مثلا, I'm not sure he was born in, وتحط السنة, ما فيش مشكلة. Number two, you hear, انت تسمع that a tourist was lost, فقد, تاه in the desert في الصحراء, but That he has just been found ولكن وجد هتقول ايه What good news يا لها من اخبار جيدة What a relief يا لها من اغاثة Thou Okay Number 3 You hear بتسمع that scientists العلماء have found a new medicine وجدوا دواء جديد Which will help many people لسه يساعد كثير من الناس حاجة عظيمة أو ممكن good news How wonderful How amazing What fantastic news وهكذا نقلب صفحة Number one, القصة مستر التوصيل. The doctor E. Okay, نقول يا مستر, the doctor told Jerry that, الدكتور أخبر Jerry that he should stop. إنه لازم stop driving a taxi. لازم يتوقف عن إيه قيادة إيه التاكسي. Skinner طبعا ده اللي عذب كل من إيه بلاك بيتو إيه وجينجر. Skinner. ماله يا مستر was also a taxi driver برضه كان إيه taxi driver. Mr. Thurgood. طبعا الراجل الجد اللي كان إيه حفيده ويلي. فاكرين الراجل اللي في الاخر بقى اشتري ايه بلاك بيوتي وطبعا ايه اهتم بيه اوكي عن طريق جوي جرين وهكذا مستر ثيرجود took بلاك بيوتي to a large field and gave him good food بلاك بيوتي had easier work بلاك بيوتي في الاخر طبعا في اخر القصة كان عنده شغل اقل in the end في النهاية نمبر 5 سؤال تفكير النقدي answer the following questions number 1 Why do you think that Skinner told the girl not to worry? ليه سكينر قال للبنت ما تقلقيش؟ After she said لما قال that Black Beauty looked too weak لأن Black Beauty شكله ضعيف قوي إنه يقدر يشيل الإيه؟ الحقائب السفر. فاكرين الموقف ده يا أساتذة؟ الموقف ده كان إيه يا مستر فكرني كده بيه؟ أفكرك. سكينر Black Beauty كان إيه؟ الحصان أوكي وسكينر ده طبعًا إيه كان المالك بتاعه. في يوم من الأيام كانوا مستنيين عند محطة القطار وفي كده أسرة مكونة من 4 أفراد جم عشان يركبوا إيه الحنطور التاكسي ده عشان يوصلهم البنت الصغيرة لما شاف بصت كده برقت كده لبلاك بيوتي قالت إيه ده هو ده يقدر يوصلنا
فالتاني طبعا قال لها هيقدر والكلام ده. وبعد كده بعد ما مشي شويه جني يطلع حتى ايه تل بسيط كده بركبتي، طاقته خلصت وقع على الارض واغمى عليه وجاله طبيب بيطري، وفي الاخر سكينر ايه باعه. تاني يا مستر نقول السؤال، why do you think that Skinner told the girl not to worry؟ ليه سكينر قال للبنت لا تنزعجي لا تقلقي after she said، بعد ما قال ذات بلاك بيوتي looked too weak، لان بلاك بيوتي شكله يبدو ضعيفا جدا انه يقدر to carry their bags because he didn't want to lose money، لانه مش قادر مش عاوز اوكي مش عاوز يفقد الفلوس او to get enough money عشان يحصل على المال كافي. Number two, why do you think that Black Beauty was sold؟ ليه Black Beauty اتباع at the part of the market في جزء من ايه بقى في الجزء من الماركت السوق where horses were old، حيث كان يوجد الخيول الكبيرة في السن or looking or ill looking واللي كان شبههم واللي كان شكلهم مريض. Because Black Beauty was ill، لأن أصلا Black Beauty كان مريض and he looked old وكان شكله ايه ده عجوز. نقلب الصفحة. Choose the correct answer، اختار إجابة صحيحة from A, B, C or D. عندي يا مستر برضه 6 أسئلة، تمام؟ اختيار الكلمات، نمبر 1، everyone left the village، كل واحد غادر القرية، when they knew، لما عرف the volcano would erupt، إن البركان هيثور، erupt يعني يثور. دايماً بتيجي مع كلمة volcano. نمبر 2، the moral of that short story، الدرس الأخلاقي، أوكي، الهدف، المغزى من القصة القصيرة is that we should never lie. مهمة جدا. رقم 3، theories اوكي نظريات are ideas، هي افكار we are not sure about، نحن مش متأكدين بخصوصها. نمبر 4، الصفحة المقابلة، don't be greedy، ما لا تكن جشعا، you have already eaten a big ice cream، greedy يعني جشع طماع. نمبر 5، the meteorite اللي هو النيزك اوكي came from space، جه من الفضاء and landed in the sea، وهبط نزل في البحر. the instructor المعلم اوكي او المرشد المعلم showed us ورانا how to drive underwater، how to dive underwater ازاي نغوص تحت الماء. اللي بصفها السؤال السابع مستر، رائع كتابة العبارة عشان ادي نفس المعنى. number one I am not sure about where Tariq is، انا مش متأكد طارق فين. perhaps he is in the park، احتمال يكون فين في المنتزه. حط مايت يا مستر، كلها اعمله هنا اشطب، اجي على بيرهابس اشطب عليه واجي هنا ايه على هي، هبدا من هنا واشيل ابوستروف اس اللي هي از واحط مكانها مايت بي، تمام كده الحل. ام نوت شور وير تار از، مش عارف تار فين، هي مايت بي ان ذا بارك. افرض يا مستر هنا كان في ووز، يبقى كنت اختار ايه؟ مايت هاف بين ان ذا بارك، لكن الجمله مضارعه، تمام كده، اسمه استنتاج في المضارع. نمبر 2، دو يو هاف از ماتش ووتر از يو نيد، انت معاك ميه كافيه اوكي، فحط enough، فقول له do you have enough water، واشطب على ايه؟ as much water as you need، do you have enough water، لديك ماء كافي. نمبر 3، I didn't recognize، انا لم اتعرف your cousin، انا ما عرفتش ابن عمك، so I didn't say hello، لان ذلك انا اصلا ما قلتش ايه hello. لو هقول ايه يا مستر هنا، اقول له كنت انت عندك حضرتك عندك هنا سوق، لو عندك صفة الجملة يبقى انا بنزل الجملتين زي ما هم، ما تحويل ايه، انت عندك جملة ماضية لازم احولها الحالة كام، الحالة التالتة، لو عندك يا مستر مضارع حولها الحالة التانية اوكي. فانا هقول ايه الجملة مثبتة هنفيها، الجملة معناها يا مستر انا ما عرفتش ابن عمك لذلك انا ما قلتش هلو، فانا هقول لو كنت اتعرفت عليه، لو كنت عرفته، لو كنت عرفته، if I had recognized your cousin I would have said hello، لو كنت عرفته، لو كنت عرفت عليه كنت انا قلت له hello، لا انت تعرفت على شكله على ملامحه ولا انت قلت له hello. السؤال الثامن في الامتحان، ممكن يجي لي في الامتحان باراجراف او ايميل، write an email of 110 words to a friend about a visit to Zeritsi، عن زياره البحر الاحمر. a visit to Zeritsi to مثلا ايه، لو مش جايب لك اسماء في الامتحان حط انت اسماء من عندك، اشخاص من عندك، from مريم من مريم، about عن ايه، visit to Zeritsi، ممكن about او subject. Hi Aya, I am happy to send you this email. I'd like to tell you about a visit to the Red Sea. I went to the Red Sea. I went with my family. We went last summer. We went by bus. It took us a long time. We were happy. The Red Sea is warm. It's amazing. There are hundreds of fish and sea animals there. There are many kinds of fish.
You can find stingrays and sailfish. سمك اللداغ وسمك سمكة الشراع. There are many sharks. يوجد الكثير من القروش. In this sea, في هذا البحر. You can also enjoy watching the beautiful green turtles. بإمكانك برضه تشوف الايه السلاحف، سلاحف الايه الترسة البحرية الخضراء. What surprises me, ما ادهشني، is that you can see dangerous coral. بتشوفي بقى ايه dangerous coral، الشعاب المرجانية in the Red Sea في البحر الأحمر. There are many lovely beaches along this Red Sea. See you soon. Yours, مريم. نقلب الصفحة أستاذة كده نشوف إيه بقى مستر معانا بقى دلوقتي. أخيرا وصلنا لبراكتس تيست 6B. آخر يا مستر امتحان أهو. فين ذا فولوينج دايلوج؟ إن الحوار الآتي. أوكي فوزي أند ماذا آر سبيكينج أباوت دينجرس هوبي، عن الهواية الخطيرة. Look at this photograph in the magazine. A man is standing on the top of a very tall building. Really? Why is he doing that? لماذا يقوم بذلك؟ The magazine says it's his hobby. المجلة بتقول دي هوايته. He shouldn't do that. لا يجب عليه أن يقوم بذلك. It's dangerous. شيء خطير. I couldn't agree with you more. معناها أن أنا I agree with you. أنا متفق معك. The police should stop him. البوليس يجب أن يمنعه. What else does it say? It also says that the police arrested him. Oh dear. Number two. Write what you would say in each of the different situations. The مواقف. Number one, your parents, والديك say that they are taking you to the beach. هياخدوك للشاطئ tomorrow بكرة. You are very excited. انت منفعل، متشوق، مصار، مبسوط. هتقول how wonderful. أو تقول really. I can't believe it. مش قادر أصدق. لا أصدق. Number two. You see people leaving rubbish on a beach. شايف ناس كده بيرموا قمامة على الشاطئ. You want to know why they do this. انت عايز تعرف بس ليه بيعملوا كده. هتقول ايه how terrible. Why do they do this. لماذا يقومون بذلك. لكن خد بالك ان انت لو بتنصحهم هيبقى الوضع مختلف. تمام. Number three. A friend tells you that you have won a prize. زميلك قالك انت فزت بجائزة. You are very surprised. انت مندهش. هتقول ايه great. I can't wait. I am looking forward to that. أنا أتطلع إلى ذلك. نقلب الصفحة. السؤال اللي بعده. Number one. Jerry and his. Jerry and his. His A. Okay. And his wife or his family. هنا في family. A wife. Move to a cottage. انتقل إلى إيه؟ كوخ. So that they could work for Mrs. Fowler. ده في اخر القصه بقى لما الدكتور قال لي جيري انت تعبت والكلام ده، انت لازم تبيع الخيول، انت اصلا ما عادش تنفع تشتغل فين كتاكسي درايفر عشان البرد والهواء والحوار ده. فطبعا وقال لي لزوجته كلمي لي مسز فاولر الست الطيبه الغنيه اللي كانت وعدته ان انت لو انت احتجت اي حاجه كلمني، خلي مراتك تبعت لي. وبالفعل مراته بعتت لها. وجه الرد بعد كام يوم هو بقى هيبيع بلاك بيوتي وكابتن وهيروح يقعد عند مس فاولر هو واسرته. نمبر 2 فاميلي اوكي بيكم هيلثي اجين افتر مسز سيرجود. مستر هنا عندك كلمه هنا مستر سعيد. الفكره يا مستر هنا ان جيري اند هيز فاميلي واسرته موفد تو ا كوتج. So they had to work for Miss Fowler. طب هنا مستر بلاك بيوتي ماله بلاك بيوتي؟ ريكوجنايزد قدر يتعرف على مين؟ قدر يتعرف على مين؟ اوكي ماشي didn't give okay okay ماشي became healthy اهو يبقى بلاك بيوتي became healthy again after Mr. Good okay and his grandson looked after him. يبقى هنا مستر عند رقم 3 حطها فين؟ في C. تمام؟ هنا هكتب لك انا ايه الحلول التاني تحت. نمبر 4 جو جرين الواد الصغير بقى عمل ايه بقى جو جرين اهو هنا اهو انا مستر ريكوجنايز تعرف على بلاك بيوتي فروم هيز وايت فوت اند وايت ستار. تمام يا استاذه. نمبر 5 انسر ذا فولوينج كويستشنز. نمبر 1 واي دو يو ثينك ذات جيري بيكيم ال جيري اصبح تعب ليه لماذا مرض. He had to wait اضطر انه ينتظر outside the house of a rich man رجل خارج منزل رجل غني and it was very cold go compared out.
Why didn't Black Beauty recognize Joe Green at first? ليه Black Beauty ما قدرش يتعرف على الواد الصغير اسمه جي جرين في البداية؟ Because he was now tall. لأن دلوقتي بقى طويل. Strong man. ورجل ايه قوي. نقلب الصفحة. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة number one. The teacher wanted us to. بس كان عايزين ايه؟ To explain. نحن نشرح. How the earth goes around the sun. Number two. There are 8 planets. Planets اللي هي sea. Planets كواكب. Moving around the sun. Number 3. Hassam is very interested in space. مهتم بالspace الفضاء. And wants to be. وعاوز يطلع ايه مستر اني astronomer. رائد فضاء. الصفحة المقابلة. How many eggs do the farmers lay? Okay, the farmer chickens lay each day. كلمة lay يعني بيض. Number 5. People have used clay. استخدمت الطين او الصلصال. Okay. أو الطمي to make cups for hundreds of years. This book is terrible. الكتاب ده فظيع سيء جدا. I don't want to read it anymore. مش عايز أقرأ تاني خالص. نقلب صفحة. 7. Number 7. كتابة العبارة. Number 1. If I see سيد, لو شفت سيد, perhaps I'll ask him for help. احتمال أطلب منه المساعدة. Okay, with me. Okay, help me with my homework. الجملة يا مستر مضارع هقول ايه هنا؟ انت عندك اف هنا عايز احط مايت كل اعملها يا مستر والله اشيل برهابس واشيل احط مكانها هنا اهو مكان ويل حط كلمة مكانها مايت ولا ازاي؟ If I see سيد I might ask him to help me okay with my homework. كل اللي عملته يا مستر شلت برهابس وشلت ويل وحط مكانها كلمة مايت. Number 2 I can't wait to go to the museum tomorrow. انا مش قادر استنى ان انا عايز اروح المتحف بكره. فكل اللي عملها مستر هنقول I am looking forward to اطلع الى going بقى. يبقى I can't اشيل I can't wait to وحط مكانها هشيل can't wait وحط مكانها look forward to وممكن احط مكانها am looking forward to بعدها ing. دي الفكره نفسها ان بعد ايه؟ ان to هنا ing لان بعد look forward to ing يطلع الى I'm looking forward to going to the museum tomorrow. I'm looking forward to the museum tomorrow. Number 3 I was ill كنت تعبان so I didn't go to work ما رحتش الشغل. حط اف. انت عندك جمله ماضي فلازم يا مستر حول الحاله الثالثه. قول ايه؟ If I hadn't been ill لو ما كنتش تعبان يعني تعبان I would have gone to work كنت رحت الشغل. اخر حاجه يا مستر بتكلم فيها هنا بالنسبه للاختبار السادس نماذج امتحانات الوزاره وكتاب الانشطه. Write a paragraph about a nice trip to Hurghada. طبعا ده في الامتحان 8 درجات واحنا فاضل استثنائي يعني 8 درجات اتضربوا في 2 يعني 16 درجه. خد بالك. هاي ماي نيم از احمد اي ام 15 ييرز اولد اي ام هابي تو رايت اباوت ذس سبجكت اي ونت اون ا تريب اي ونت تو هورغادا اي ونت يسترداي اي ونت باي كار اي ونت وذ ماي فاميلي ات واز ا وندرفول تريب ات واز جريت وي ديد ميني اكتيفيتيز وي انجوي ذا سي استمتعنا بالبحر وي ونت سنوركلينج وي ونت وين سيرفينج وي بلايد ا لوت اوف جيمز وي ايت هيلثي فود وي ستايد ان It was hostel. It was comfortable. It was nice. It was nice and cheap. We went to the bazaar to buy souvenirs. I like this trip so much. Finally, I thanked mom and dad for this nice trip. نقلب الصفحة. هنا حضرتك أنا كاتب لك كام نموذج للقراية. Okay, كام paragraph. ممكن حضرتك احنا قلنا ده قبل كده my favorite sport رياضتي المفضلة وهنا في روبوتس الانسان الالي تمام هقراهم لك كده على السريع بحيث ايه ربنا يتقبل مننا ايه الشغل ده ويا رب كده كله ينجح ويجيب الدرجة النهائية ويخش المدرسة اللي هو عاوزها. My favorite sports. I like to write about this subject. I like sports very much. My favorite sport is football. Football is a popular sport. I like watching football matches. I like watching them on TV. My friend and I practice for playing football. We play in the club. Okay. My favorite team is Real Madrid. Playing football is not easy. It needs running all the time. Football helps me to be fit and strong. My favorite football star is Mohamed Salah. He plays for Liverpool. He scores a lot of goals. He is Egyptian. He is short. He has curly hair. He is fast. I love football so much. Finally, I want to practice a lot. هنا انت ممكن تعمل CS. Okay, بس ده طبعا American English. Robots, الانسان الالي. I like to write about this subject. Robots are important. They help us in our life.
A robot is a machine. Many people think of robots as machines that look and act like people. Most robots do not look like people. We use robots at home. Okay, we have the vacuum cleaner. It helps us to clean our homes. We also have lawn mowers that help us to cut the grass at gardens and stadiums. Robots are in factories. They help humans do dangerous work. They are also in hostels. They can entertain children. Finally, I hope I travel to Japan to have many robots. I like it very much. Thanks for reading. عندي يا مستر كده اخر حاجتين هنا مستر بالنسبه للباراجرافات. Technical schools المدارس الفنيه. Students at technical schools learn skills بيتعلموا مهارات. They can use them in the world of work. These skills are very important for the future of the country. Technology changes all the time. There are now many technical schools around Egypt, and each school teaches كل مدرسة بتدرس different kind of technical skills. For example, students can learn about work in hotels and shops, or learn skills for industry, farming, or nursing. Students study at these schools for 3 or 5 years. Technical schools students spend 2 days each week at technical school and 4 days at a place of work. They can practice using their new skills. This can help the students after they finish school. Social media. I like to write about this subject. Social media is very important. A great number of people use social media nowadays. Many jobs are many on social media. Some companies use social media to advertise jobs and arrange interviews. Now you can send text or emails via social media. Smartphones help us to do that. However, مع ذلك, people may waste their time using social media networking sites. We should be careful when we use social networking sites. I have a mobile phone, it's smart, I use it on social media, I have a Facebook page, I can make likes and comments, I can communicate with my friends on the internet. نقلب صفحة؟ هنا حضرتك كاتب لك هنا ايه؟ اعطي لك نموذجين لأسئلة القطعة. اوكي؟ السؤال في القطعة في الامتحان، خد بالك ان سؤال القطعة وسؤال الباراجراف والقصة نص الامتحان. تمام؟ انا هبدأ هنا. اسيبك بقى حضرتك تقرأ كده براحتك. اوكي؟ هديلك وقت انك تقرأ وتشوف الاسئلة بتحل ازاي. طبعا كلها محلولة عشان بس ما نطولش في زمن الفيديو. وبإذن الله كده نفس الورق ده هتلاقيه تحت في صندوق الوصف. انا هحطه على موقع استضافة وورد وبي دي اف عشان لو حد حب يستفيد ايه منه. وما تنساش طبعا اللايك والشير ونشوف كده مع بعض. حضرتك انت ممكن توقف الصوره وتبدا ايه تقرا وتحل. تمام كده؟ انا هبدا يا مستر كده اقلب الصفحه عشان ننهي ونختم الايه المحاضره بتاعتنا. انتهت مرحله تلت الامتحان واللقاء في الصف الاول الثانوي. تمنياتي بالنجاح والتفوق. دروس اونلاين اعداد وتقديم ومونتاج مستر صديق. دمتم في رعاية الله، في أمان الله.